تعودت عليك. ما أعرف شلون أتعود على غيابك. أنا ذكر حادثة صار سنوات طويلة، بس ما معقول اللي حد الآن عامر ما أنساها. ما أعرف، بس أنا بعدني متمسك وما أريد أخسر سحر، وسحر هم تريد تخسرني. كسردار فايق بالنسبة إلي هو الأمل الأخير، بالرغم أنه أنا زرته في يوم من الأيام للسجن، ودار بيناتنا حديث متعب وكل شاق. ولك فرات، إلك عين وتجيني لهنا ولكم أنت شنو من بشر تقتلون الواحد وتمشون بجنازته؟ شنو من بشر أنتو؟ أعتقد من حقي أجي لهنا حتى أشوف الإنسان اللي خلصنا طفولتنا يمه. ولك خربت كل شيء، ولك دمرت كل شيء. أنت وسحر كنتوا سبب بموتة ابني، جاي تحكيلي على الطفولة؟ شوف فرات، شوف اسمعها زين وخليها تكشية بذنك. خاف اقضي عمري كله هنا بالسجن، او اخاف ان عدم تحلم تتزوج السحر، لان خليتها طيب رقبة عامر وامانة. كنت اخاف اموت ما يزوجك سحر لو تموت. انت غلطان عمو فايق، عامر ما يزوجني اخته مو لانه انت خليت خطيه برقبته، لا، اكو سبب ثاني نعرفه انا وياك. فرات روح من قبالي، روح من قبالي، ما اريد اشوف وجهك يا شرطه يا عالم، واخرج من قبالي، ما اريد اشوفك، ما اريد اشوفك، روح منا، ولك روح منا، روح روح. شنو فايق تعتبر عملك الاخير؟ وهو اصلا ما يقبل اي واحد يشوفه اولاد اخوه. اعرف أعرف كاكا سردار، بس أنا مراهن على القضية الإنسانية، على تغيير وجهات النظر، مراهن على المصارحة والمصالحة. فأق المثل الأعلى بالنسبة لعامر، لأنه هو اللي مربيه واللي معلمه، يعني بمثابة أبوه.